أهلا بكم مشاهدينا من جديد. في إطار التنسيق والتكامل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل تمكين، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الطرفين فيما يخص السياسات والأنظمة والمشاريع التي تخص التدريب في مملكة البحرين، وأيضا دعم وتشجيع توفير الفرص النوعية للبحرينيين ذات القيمة المضافة في القطاع الخاص وتنفيذ البرامج المشتركة في مجال تنمية الموارد البشرية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تكامل الجهود الرامية إلى تطوير منظومة التدريب في البحرين بمشاركة فعالة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل تمكين، إلى جانب طرح البرامج النوعية المناسبة لتأهيل الباحثين عن العمل وإعدادهم مهنيا تمهيدا لاندماجهم في سوق العمل في مختلف القطاعات الإنتاجية وفق الاحتياجات الفعلية لأصحاب العمل. كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز أفضلية البحرينيين في التوظيف في القطاع الخاص عبر مشاريع دعم الأجور والحوافز. أن تعمل كافة الجهات وفي مقدمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل تمكين وكذلك هيئة تنظيم سوق العمل على تجسيد ومتابعة الأهداف المنشودة لإصلاح سوق العمل، بحيث أن المواطن يلقى دائماً أو يكون دائماً أولوية في برامج التوظيف والتدريب والتأهيل. اليوم تجتمع إدارة العليا في تمكين ووزارة العمل لكي تضع معالم الخطة المستقبلية لتعزيز جهود تأهيل وتوظيف المواطنين. وطبعاً كل عملنا إن كان في وزارة العمل أو صندوق العمل ينصب حول خدمة المواطن وكيف نأهل المواطن يكون الخيار الأفضل للقطاع الخاص وأن نمكن المواطن من الحصول على الوظيفة الكريمة بالأجور المطلوبة. انطلقت أعمال المنتدى المالي السادس لدول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه مؤتمرات يوروماني ومجلس التنمية الاقتصادية بحضور أكثر من 800 شخصية رفيعة المستوى من الخبراء الماليين والمسؤولين الحكوميين وقيادات الأعمال. وقد أكد المشاركون في المنتدى أن البحرين قطعت شوطا كبيرا في مجال تنويع مصادر الدخل، مما يجعلها بمنأى عن تبعات الهبوط المستمر لأسعار النفط الخام وركود الاقتصاد العالمي، خاصة وأن 80% من الناتج المحلي غير معتمد على النفط. كما أكد المشاركون على أن حكومات دول المنطقة مطالبة بتقليص الفجوة بين المدخول والصرف بغية مواجهة تحديات التمويل المستقبلية، مع تزايد الدعوات لتفعيل المزيد من عمليات الاندماج بين المؤسسات المالية. أظن الحكومة نجحت في أواخر العام اللي فات في أكتوبر بالأخص في تمويل ما يقارب المليارين دولار، وكان هناك إقبال كبير، فأظن هذه يعني يعطي انطباع عن مدى نجاح الحكومة في الاقتراض من المؤسسات الخارجية، البنوك وإلى آخره، في حين أن الحكومة الآن تتأقلم من حيث تقليص المصروفات، من حيث إدخال بعض التغييرات بالنسبة حق تحصيل الرسوم بطريقة حكيمة بدون ما تعرقل النمو الاقتصادي. في هذا السياق أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات المناسبة لتقليص العجز في الموازنة. وأكد المعراج خلال مشاركته بأعمال المنتدى المالي لدول مجلس التعاون الخليجي يوروماني 2017 بنسخته السادسة استقرار الوضع المالي للسوق المحلي، مدعوما بالنتائج المالية القوية للشركات والمؤسسات المالية رغم الظروف الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة والعالم. كما أكد المعراج قدرة الحكومة على التعامل بحرفية مع الدين العام من خلال تقليص الفجوة بين المدخول والصرف والبحث عن مصادر تمويل جديدة. وفيما يتعلق بآخر مستجدات العملة الخليجية الموحدة، أكد المعراج أن المجلس النقدي ماض بخطوات عملية لمعالجة كافة المتطلبات الفنية في مجال الاتحاد النقدي الخليجي. مستوى ربحية البنوك عالية ومستوى قاعدة الرأس المال عالية، وكل المتطلبات الرقابية المطلوبة من القطاع المصرفي والقطاع المالي بشكل عام على مستوى عالي. موضوع الاتحاد النقدي، البحرين عضو مؤسس
في المجلس النقدي الخليجي وهي أحد الدول الأربع في دول مجلس من ضمن دول مجلس التعاون التي وقعت على اتفاقية الاتحاد النقدي، والاتحاد النقدي الآن أصبح له مقر موجود في مدينة الرياض وله جهاز تنفيذي يعمل، وإن شاء الله يعني ماشيين في خطوات عملية لمعالجة كل المتطلبات الفنية في هذا الموضوع. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.